اختي هاد الدري دار حادثه السير نهار الثلاث مع 3 ونص الليل. اي الناس مشاو كنقلبوا عليه ما لقيناش عند الجندارم ما لقيناش في يعني قلبنا عليه كيمشي خوه كيلقى الدري في السبيطار يعني لقى تعرف على خوه بان لان خوه وجهه باين كل شيء يعني ما مضروب لا في وجهه باش غنقولوا ما غيبقاش باين ما حتى شي حاجه كيقول شدوه 3 ايام في السبيطار مولاي عبد الله مني شدوه 3 ايام صيفطوه للسبيطار في الرحمه كازا مني صيفطوه كيقول لي غنديروا ليه التشريح ما علينا التشريح هذاك يعني بغاو يديروه ماشي مشكل فيما كيمشي الدري كيسول كيقول له صبر باقي ما خرجوش حنا دافعين البصمات لان الدري كانوا هزوا اكس يعني مني هزوا اكس الدراري مني الام ديالو تعرفت على ولدها حنا تعرفنا عليه كله يعني الدري باين دينا الوراق دينا لاكارت ناسيونال دينا كل شيء كيقول له تخرج البصمات اليوم 10 ايام لدرجه من الدرك الملكي كيصيفطوا الوكيل الملك كيرجعوا عاوتاني الدرك الملكي ما عطاو حتى شي نتيجه حنا كنطالبوا غير عطونا الجثه ديال الدري ندفنوا راه اكرام الميت دفنه علاش كيتكرفصوا على هاد الناس مو ما بقاتش كتنوض ما بقاتش كتهضر راه حشومه خواتها تمراض الناس غاديين وجايين كلشي مشطون حيت اليوم 10 ايام لدرجه ولاو كيقولوا لي ما تبقى تجي لا عندنا لا عند وكيل الملك تنتصلوا بيك علاش اشنو السبب الدري الدوسي ديالو ما كاينش في المحكمه شي حال وشي سبب واش الدوسي لدرجه الدوسي ما كيعطيوش لك تقريه اشنو فيه اللي ضربوا في لوطوروت حنا ما شايفينوش كيقولوا غير هما قال لك راه وقف عندنا في البياج جو الدرك الملكي يعني راه قدم راسه قال بانني انا راه دري قاطع ضربته ولكن حنا ما شايفينش هاد الدوسي واليوم حنا ملي تعرفنا على هاد الدري وبانت عائلته يعني راه غير 3 ايام راه ماشي وقت طويل باش غنقولوا حنايا يعني راه موالي ما بانوش هاد المراه كتطلب بولدها راه تما حنا تتكرفصت راه حشومه شوف السي حم واش من هاد السيده راه مرضت انا اختي راه بحال اختو راه مربيه معاه راه مسكينه راه مكرفسه بزاف راه تخيلي ام ميت لا ولد راه الله يحسن العوان حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس انا مرضت انا في راسي ومرضت في كل شيء راه مرضت 10 ايام لي 10 ايام ونتسنى يوم نتسنى غدا نتسنى اللي يجيبوا لي انا يصيفطوا لي فين نمشي انا نقول لك سيروا ليه سيروا صيفطوا ليه سي انا مع الجوج سيروا ليه فين نمشي تقول لك سيروا انا سير فين غنمشي انا عارفه نمشي انا راجلي طبير ما كاين كاين اخوتو اخوتو مساكن عياو كاين اخوتو راه ما عندو لا بويت لا والو كاين هنايا انا اخو ما عنديش بويا انا نبقى نمشي ونجي نبقى نمشي لا ماشي جاي ما عندوش اوراقي راه اوراقي هما قال لك ما عرفناش انا هادشي ما عرفناش والله ما عرفناش هادشي انا ما عرفناش كيفاش ما عرفناش كيفاش حنا خصنا يقولوا لنا كيفاش هو مقتول عباد الله وهما بغاو يعطوه راه مقتول ولا قاتلينو ماشي واحد واحد قادر للخارج وواحد واحد مقتول باك يضرب زيد هنا ولد هنا بوراقي بكل شيء لي راه بكل شيء لي كون قال لك بعدا ما عندو لا وراق لا ولا غنقولوا حنا ما عندوش وراق راه مساكن على الجيران اللي هازين دابا 10 ايام راه مساكن الجيران ولاو الناس ولاو كيحشموا ماي الميت ولاو كيحشموا مجيد الجيران راه الله يرحم لكم الوالدين عطوه وليدها دفنوا على يدها راه ما فايت فيه الوسخ ما فايت فيه الوسخ ما فايت فيه كيكريسي نقولوا خارج وضربات الطوموبيل في لاطوروت باش تقولوا راه كيكريسي ولا خارج شفار راه ماشي شفار ما كيكريسي ما مدوز حبس سمعتوا راه يتيم وخدام وعنده الصنعه ديالو ولا بلا كارت ديالو بوريقات ومن يبان عطوه الله يرحم الوالدين هاد الكنازه لهاد الام الله يرحم لكم الوالدين.